بنبارك لجمهور النادي الأهلي على أول مباراة في كأس العالم للأندية. الحمد لله قدرنا نعدي الفريق الياباني، فريق قوي بس كنا دارسينه كويس من خلال المباراة الأولى في التمهيدي. داخلين طبعا على الأصعب، عندنا الفريق البرازيلي كورنثيانس، طبعا فريق معروف وفريق قوي، إنما طبعا يعني نتعشم إن احنا برضو نجاريه وإن احنا نبقى كويسين والكرة فيها كل حاجة، وحتى ديت بالنسبة لنا فرصة إن احنا لو عملنا نتيجة كويسة هنصعد نهائي، وأنا شايف إن احنا مش أقل من مازيمبي، فإن شاء الله يعني المباراة مش هتبقى سهلة عليهم ولا علينا. والله طبعا لا، الجمهور يعني أنا جمهور النهاردة، مش هقول بقى الجمهور، أنا الشعب المصري كله بهديله المكسب، علشان طبعا يعني عارفين الظروف في مصر كلها بايظة الفترة دي، الناس نفسها تفرح يعني، فأنا بنهدي للشعب المصري ويعني نفسنا نكون سبب في فرحته يعني اكتر واكتر يعني. ان شاء الله الماتش بتاع البرازيل ان شاء الله، ونحاول ان احنا نلعب نهائي. والله بص انا عايز اقول لك على حاجه، والله علشان يعني بكل امانه، انا حسام يعني بالنسبه لي قيمه كبيره قوي في الفرقه يعني، والله انا كان عندي ان انا اخسر واطلع من البطوله، ولا ان واحد في فرقتي يتصاب يعني. فحسام يعني قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله يرجع لنا في اسرع وقت باذن الله، لان حسام كابتن فرقه وزي ما بقول قيمة كبيرة قوي، كلنا زعلانين جدا عليه يعني، إن شاء الله ربنا يشفيه.